أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها. سيكون هناك درس الاستماع، وهو كما ترى سيتحدث عن البواعث التي دفعت الجاحظ إلى جمع أخبار العرب وأقوالها، وسيكون هناك الحنين إلى الأوطان هو الموضوع الذي تدور حوله هذه الوحدة. هنا بعد أن نقوم بسماع النص سنقوم بحل أسئلته، وهي كما يظهر أمامكم. سنبدأها بصح أو خطأ، بمعنى أعطى نهى في عبارة إذ ذكر التربة والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعطانها. فسنتعرف إلى المعنى تستوخم. أيضا سنبين المقصود بالتراكيب التي تحتها خط كما يظهر أمامكم. بعد ذلك سننتقل إلى نص نظمه شوقي، وهو قصيدة نظمها في منفاه بإسبانيا الأندلس قديما، معبرا عن شعوره بالغربة والحنين إلى بلده مصر. وقد أثارت زيارة مسجد قرطبة عاطفته، فدعت له قرطبة وأمجاد الأندلس، وتذكر الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي كان يشهد صلاة الجمعة في مسجد قرطبة وينزاح الماضي أمام عينيه لصورة الحاضر إسبانيا، فيدرك أن ما رآه من قبل لم يكن غير سنة من كرة. وكان شوقي يعيش في ضاحية فيلدبير فوق رابية مرتفعة تشرف على البحر الأبيض المتوسط. كان يرى السفن تستقبل ميناء برشلونة وتودعه، ويسمع صفيرها الحاد. فنظم هذه القصيدة وقد نشرت في مجلة الحديقة تحت عنوان من مصر إلى الأندلس، وتسمى بالسينية نسبة إلى حرف رويها وهو السين، وهو آخر حرف صحيح في البيت تبنى عليه القصيدة. هذه هي القصيدة. سينية أحمد شوقي. اختلاف النهار والليل ينسي أذكر لي الصبا وأيام أنسي، وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصويرات ومس، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي، وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقسي، مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي، راهب في الضلوع للسفن فطن كلما نثرن شاعهن بنقصي، يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنع وحبس، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي، نفسي مرجل وقلبي فراع بهما في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل ومكسي. هذه هي الأبيات، سنقوم بقراءتها كالمعتاد.
ثم سنتعرف إلى الشاعر الذي أظنه غنيا عن التعريف، وهو أحمد شوقي الشاعر المصري، من أبرز شعراء العرب في العصر الحديث. ولد في حي شعبي بالقاهرة وتوفي في قصره على شاطئ النيل. أرسله الخدوي توفيق إلى فرنسا ليدرس القانون والأداب، وعاد بعد 3 سنوات وعمل في القصر. نفي عن وطنه إلى إسبانيا مع إعلان الحرب العالمية الأولى، وظل في المنفى حتى عام 1919. من إنتاجه الأدبي ديوان الشوقيات، 7 مسرحيات شعرية، منها علي بيك الكبير ومسرح كيلوبترا ومجنون ليلى، كتاب نثري مسجوع أسواق الذهب يتضمن الخواطر والأفكار والتأملات. اشتهر بشعر المناسبات الاجتماعية والوطنية وبالشعر الديني مثل نهج البردة والهمزية النبوية وسلو قلبي. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة النص، وهي كما يظهر أمامكم ما يختص بالمعجم وبالجذور للكلمات. ننتقل بعدها إلى دلالة التراكيب التي تحتها خط، ومن ثم سنصل إلى نهاية الأسبوع. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.